السلام عليكم. شيخ الحارة مع بسمة وهبي دايما كده يضربوا كده زي ما بيقولوا كده أنابل، أنابل مسيلة للدموع، وبعد كده نعيش معاها طول السنة. يعني تضرب الإشاعة أو تضرب السفين أو تضرب الإفيه أو تضرب أيا كان، في أيا كان تضرب الخازوق من الآخر يقعد معانا طول السنة. الخازوق المرة دي ما بين ريهام سعيد وما بين حسن شاكوش. إيه اللي لم الشامي على المغربي؟ ما علينا، ملناش فيه، ولكن الاتنين اتضرب فيهم خازوق محترم، ريهام سعيد وحسن شاكوش. بسمة وهبي ضربته فيهم بكفاءة. المنشطات كلها نزلت بعد برنامج بسمة وهبي مع شيخ الحارة مع العرافة، آسف، لبسمة وهبي. بعد كده سألتها على العلاقة اللي ما بينها وما بين حسن شاكوش وما بينها، قالت لها انت جايبالي كل الناس اللي ما بحبهمش، حسن شاكوش انا ما بحبوش، كنت طلبته قبل كده في حفلة علشان يجي يحييها عندي في سيندا في اسكندرية في مارينا، كانت ولادي كانوا جايين من بره وكانوا عايزين يتفرجوا على اي حاجة شعبية، طلبت حسن شاكوش ان هو يجي، طلب مني مبلغ كبير قوي علشان يجي، بالرغم ان انا كنت حاجزة كابينة على البحر على طول، يعني حاجة كده برايفت خالص 20 30 واحد اللي هم صحاب ولادي وخلاص على كده. ومن وقتها هو ما ردليش الجميلة دي، فانا من وقتها ما بحبوش. حسن شاكوش طلع بعد كده على طول اضرب 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 فيديوهات للصبح في ريهام سعيد. المنشطات على طول نزلت ريهام سعيد ترد على حسن شاكوش بصورة، والمتابعين بتاعتها يعني يقولوا لها عيب كده. حطيت له صورة الباكابورت او حطيت له صورة قعدة الحمام وقالت له انت اخرك قعدة الحمام. حسن شاكوش على بعدها على طول رد على ريهام سعيد، انا ما خدتش جنيه واحد وما شفتش اي حاجة وشفت حاجات ما ينفعش اللي انا اقولها. الكلام اللي بعد كده ردت عليه ريهام سعيد وقالت اياك وتتكلم على ولادي، دول خط احمر وانا هتخذ الاجراءات القانونية في حاجة زي كده، وايه هي الحاجات اللي انت شفتها ومش عايز تقولها. حسن شاكوش بيكذب ريهام سعيد في كل الحاجات اللي قالتها. حسن شاكوش لقيناه برضو في فيديو طالع بيغني لريهام سعيد في عيد ميلادها بنت الجيران. حسن شاكوش بعت فيديو على طول ان كان في فيديو كانت بتشكره ريهام سعيد ان هو بعت لها اغنية معينة وقال لها حاجات معينة على عيد ميلاد ولادها اللي هو كان في سياندا، فقال ده اكبر دليل ان ريهام سعيد كذابة وبتكذب وحاجات زي كده، حاجات كتير قوي. حسن شاكوش وريهام سعيد شامي مغربي شرق غرب شمال يمين، الاتنين مختلفين تماما عن بعض البعض، ولكن الاتنين بيركبوا ترندات. حسن شاكوش استاذ ترندات، ريهام سعيد استاذ الترندات 17 18 19 20، يعني الاربع سنين الاخيرة حسن شاكوش في السنتين الاخرى هو نجم الترندات، هو وعمر كمال، بسبب الاغاني وبسبب اغاني المهرجانات والاغاني اللي طلعت بما فيهم بنت الجيران. الموضوع ابتدى زي ما قلنا بسمة وهبي ضربت الاسفين، ضربت الخازوق ما بينهم وما بين بعض. عيش بعد كده السنة كلها ما بين حسن شاكوش وريهام سعيد، محاكم وليلة ودنيا وحاجات زي كده. طلع حسن شاكوش بفيديو، بصراحة الفيديو بتاعه عجبني لأنه قال فيه كل حاجة. قال أنا ريهام سعيد الأستاذة ريهام سعيد طلبتني إن أنا أروح أحمل حفلة عندها في مارينا، تحديدا في سياندا، كان ولادها كانوا جايين من بره، رحت بالفعل اتفقت معاها بالفعل اللي انا هروح، قالت لي قلت لها مبلغ كذا، قالت لي لا كتير، المهم رحت قلت لها طيب ادي بس 10000 جنيه للناس اللي ما هي معايا اللي هم تعبوا وجم معايا الحفله والحاجات دي كلها. قال بالفعل انا رحت الحفله، وعلى ما هي متاكده من الكلام ده ابنها هو كمان اللي طلع بره علشان يجيبني. اول ما جيت ادخل من الحفله الطريق كان كله واقف في طريق السياندا من بوابه 5 في مارينا، واقفه كلها تماما لغايه لما دخلت جوه كانت الدنيا كلها واقفه. فوجئت كمان ان هي منزله دعايه على واعلانات على الانستجرام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بالحفله والحاجات دي كلها. زياده كمان على الموضوع كله، انا لما وصلت هناك البيت بتاعهم او الكابينه بتاعتهم هناك لقيت نزلت الناس اللي هم شغالين معايا شوفوا الدنيا فيها ايه، نزلوا الشباب اللي معايا شافوا الدنيا كلها قالوا لي مش هينفع تنزل لان الموضوع اكبر من كده بكتير، ده حوالي 300 400 واحد جوه والدنيا كلها زحمه ومش هتسيطر عليها مش 20 30 واحد اللي جوه المكان، فقالوا لي لا احنا نرجع تاني. بالفعل قال رحت راجع تاني، خدت بعضي ورجعت تاني من نفس الطريق. ريهام الاستاذه ريهام اتصلت بيا بعد كده
قالت لي انت فين يا حسن؟ قلت لها انا مشيت حضرتك يا نجمه وما ينفعش ان انا اجي اعمل كده. هو انت حضرتك قلت لي الحفله برايفت قوي ب 20 30 واحد، لكن دول 200 300 400 واحد مش هنقدر نسيطر عليها، وخصوصا ان انا وانا داخل من على بوابه الامن الناس في الامن وقفوني بره وما كانوش عايزين يدخلوني، اجراءات امنيه وحاجات زي كده، وخصوصا ان انت بعد ما نزلتي على الانستا ان في فلان جاي او علان جاي علشان يحيي حفله عيد ميلاد اولادك، فمعلش انا اسف انا بعتذر لك ان انا هرجع تاني. المهم قال بعد كده لقيت الاستاذه ريهام بتكلمني بطريقه وباسلوب بتقول له حسن انا هرجع في شهر 7 التلفزيون وان شاء الله. المهم يعني في صفه بتهدده ان هي راجعه تاني التلفزيون، واول ما هتهدده او بتهدده بطريقه ان دايركت بطريقه غير مباشره هو على طول هيقول لها سمعا وطاعا وانا هاجي لك على طول. قال لها طب حضرتك ترجعي التلفزيون او ما ترجعيش التلفزيون، دي حاجه تخصك انا ماليش دعوه بيها تماما، يعني انا مالي بحاجه زي كده. هو فعلا هو ماله بحاجه زي كده. المهم لما قالت له حاجه زي كده راح قال لها يعني ترجعي وتنوري ده مكانك وانا ماليش دعوه بحاجه زي كده. هل انتهى على الموضوع لغايه كده؟ لا ما انتهاش الموضوع لغايه كده اهو. شويه تاني برضو في نفس المكالمه وهي بتكلمه قالت له على العموم انا غلطانه ان انا بكلم حد زيك وانت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ قال لها يا نجمه انا ما كلمتكيش بطريقه معينه، انت اللي بتكلميني بطريقه مش كويسه، لو حضرتك مش ملاحظه شوفي حضرتك بتكلميني ازاي وانا بكلمك ازاي. برضو كذب ريهام سعيد في الموضوع اللي هو قالت ان هو عايز مبلغ كبير، هو قالت هي قالت 30,000 جنيه ولكن هو قال انا كل اللي انا اخدته منها او اللي كنت هاخده منها 10,000 جنيه للفرقه بتاعتي اللي هم كانوا مصاحبيني او اللي كانوا جايين معايا في الوقت ده، لكن انا ما كنتش هاخد منها ولا جنيه، وهي عارفه الكلام ده وتقدروا تسالوها في حاجه زي كده. قال بعد كده بعد فتره فوجئت ان المعدين بتوعتها بيبعتوا لي ان هم عايزين يعملوا حلقه معايا مع في برنامج كذا على قناه كذا، فقلت لهم لا، تحديدا لما ريهام سعيد طلعت وقالت الكلام ده انا مش هينفع اطلع معاكم في البرنامج. قالوا بعد كده لعبوها عليا بلعبه خبيثه جدا الا وهي اللعبه ان في اتنين تعبانين في احدى الاماكن او احدى المستشفيات، حاله انسانيه يعني من الاخر. وافقت على طول وقلت لهم انا هاجي، قالوا لي لا احنا هنرتب الدنيا وهنقول لك تعالى. بالفعل وافقت والدنيا كلها وخلاص على كده، لان لقيتهم بعد كده بيقولوا لي خلي بالك هتبقى معاك الاستاذه ريهام سعيد هي اللي هتطلع معاك في الموضوع. قال وقتها وقفت على طول الموضوع ما رضيتش ان انا اطلع واعتذرت لهم بطريقه شيك قوي تمام، قلت لهم انا مش هينفع ان انا اطلع لان انا عندي شغل في الاوقات دي كلها. ريهام سعيد حسن شاكوش هيفضلوا اعتقد معانا طول السنه دي وهيفضلوا معانا فتره كبيره قوي السنه دي وبدايه السنه الجديده، اعتقد هم اللي هيبقوا ترندات. حسن شاكوش طلع بعد كده على ريهام سعيد بيقول لها لما تيجي تركبي ترند ما تركبوش على قفانا، مش حسن شاكوش اللي تركب الترند على قفاه. معلش يعني يا ابو علي، ريهام سعيد استاذ الترندات كل الناس عارفه كده، هو مصر كلها عارفه كده، هو برنامجها معروف جدا ان هو بتاع الترندات كلها، وهو اللي اخترع كلمة ترند يعني ايه، اعتقد من قبل انت كمان ما كنت تعرف انت كلمة ترند يعني ايه يا ابو علي. بالنسبة لريهام سعيد اعلامية محترمة كتير قوي بيحبوها، لازم بتضرب شوية فرقعات كده علشان هي موجودة، ده برضو علشان هي شغالة شوية في الدراما. غلطت شوية لما انت قلتي وشبهتي ان انت بكبرت او ان انت طلعت من بلاعه او انت اخرك كده جربوع او حاجه زي كده، الحاجات دي كلها ما تطلعش منك انت تحديدا يا استاذه ريهام، وخصوصا كمان اللي انت ما قلتوش الاسم بتاعه نهائيا علشان انت اتلسعتي قبل كده واتحبستي قبل كده في حاجه زي كده. ده الموضوع اللي حصل ما بين حسن شاكوش وريهام سعيد بسبب العرافه وبسبب بسمه وهبي، واعتقد هيفضل معانا طول السنه دي. شامي على مغربي على يمين على شمال، الاتنين ما يخصهمش والاتنين بتوع ترندات. سلام عليكم.